لقاء الهام إذن الآن ننتقل والهمزة إلى كلمة وزير التجارة. هذا الضرب بالذات القائمين على تنظيم هذا الصالون الدولي للتشهير والترويج ووضع هذه المادة الأساسية اللي هي مادة أو في شعبة التمور في مصافها الحقيقي. ثانيا أشكرهم كذلك على اختيار هذا الشعار والعنوان اللي هو تمورنا أصالة واقتصاد مستدام، أصالة بطبيعة الحال لأن بعدنا التاريخي و يعني انتمائنا لهذا البلد يخلينا أننا نفتخر أننا نمتلك أحسن التمور وأجودها في العالم، إن لم أقل يعني هي الأولى إذا كان سيد وزير الفلاحة يوافقني الأمر والمختصين، هي من أجود التمور في العالم إن لم أقل هي من الجودة الاستثنائية. هذه أصالتنا وكذلك نعتز بها لأنها لا تنتج ولا تثمر ولا يعني تنمو إلا في بلد الجزائر بلد الشهداء، هذا شيء نعتز به، هي أصالتنا هي امتدادنا، وعندما نلتقي مع كل الدول في العالم من يعني جهاز دبلوماسي وحتى الجمعيات المهنية عبر العالم يقول لك التمور الجزائرية هي أصالة هي بعد تاريخي هي امتداد للشعب الجزائري كذلك. في نفس الوقت هي يعني بعد اقتصادي، وهنا خليني نتكلم فقط على الشق اللي أمرني السيد وزير الفلاحة أنني نتكلم فيه وهو قضية التصدير. إنتاجنا من التمور ما يقارب 20 مليون نخلة في الجزائر، منها 16 مليون منتجة، ما يقارب 1000 أو مليون و500 ألف طن من المنتوجات من مختلف التمور. أكثر من 200 السيد وزير الفلاحة قال عنا 1000 صنف من هذه التمور، لكن التمور المصنفة والمعروفة عندنا هي تقريبا تتجاوز ال 275 نوع من التمور اللي معروفه عن في الجزائر وخارج الجزائر. يعني من جودتها من كثرتها الا اننا للاسف يعني وهذا الموعد كما هذا نشكر الغرفه ونشكر يعني الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وكل المنظمين وحتى المنظمات المهنيه والقائمين على شعبه التمور انهم وضعوا هذه الشعبة في مصافها الحقيقي، وأشكر كذلك السيد وزير الفلاحة لأنه كان وعدني من قبل وقلتها لإخواننا في بسكرة عندما زرتهم مؤخرا، كان وعدني باش يكون فيه صالون دولي للترويج لهذه المادة ووضعها في إطارها الحقيقي ويعني إعطاء القيمة الحقيقية لهذه الشعبة في الجزائر وكذلك تصديرها إلى الخارج. للأسف نقول اليوم ما نش نصدر كثير من هذه المادة. صادراتنا من التمور في أحسن الحالات في سنة 2021 لحقنا إلى 75 مليون دولار، بالرغم من أن إنتاجنا قوي وقوي جدا. أول الدول التي تصدر التمور اليوم في العالم ما هيش منتجة للتمور، في أول الدول التي تصدر اليوم التمور للعالم من لا تمتلك هذه العلامات اللي هي دقلة نور وتصدر للأسف في دقلة نور. نقولها بكل صراحة، صالون من هذا النوع لالتقاء الفاعلين والمنتجين يمكننا أننا نحط الأصبع مباشرة على موطن الداء لكي نعالجه، مش فقط أننا نبين تمورنا. مشيت أنا كنت هنا مدير في لاسافاكس ومشينا إلى كل دول العالم ونعرف بأن تمورنا ذات جودة عالية وعالمية ومعروفة في العالم كله، لكن ما هي الأطر التي تمكننا من تنظيم هذه الشعبة وتكلم عليها سيد وزير الفلاحة، كيفاش ننظم شعبه التمور، كيف اننا نجمع ونرافق الفلاحين باش اننا يصدروا منتجاتهم، لان للاسف الفلاح ينتجها ب يعني اسعار باهظه وفي بعض الاحيان بعض المضاربين يجيو باش يعني يستغلوا فرص توفرها في السوق الجزائري وعدم تصديرها. اذا اليوم لزاما علينا كوزاره التجاره كوزاره الفلاحه كشعبه منظمه للمهنيين نعرف ما هي الاطر وما هي الميكانيزمات اللي تمكننا اننا اولا ننظم شعبه، ثانيا اننا نقدر ننمي صادراتنا بدون ما يكون فيها لا تهريب ولا استغلال لماده التمور وهذه العلامه المسجله باسم الجزائر. اذا ندائي للاخوان الفلاحين، اننا كنت تكلمت معهم مؤخرا في بسكره، اننا ننظم هذه الشعبه لكي الحمد لله اليوم عندنا احصاء دقيق للتمور ومكان يعني انتاجها.
بقى فقط أننا ننظم يعني كمياتها باش نصدرها إلى الخارج من جهة، كيفاش نوجهها إلى السوق الجزائرية لأننا احنا شعب نستهلك كثير التمور وتمورنا خاصة، لكن كذلك نتكلم على أننا نجعل منها منبع اقتصادي يعني تنويع صادراتنا ونزولا عند يعني أو تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية كيفاش ننمي صادراتنا خارج المحروقات. ونظن شعبة التمور هي من بين الشعب الفاعلة والواعدة التي تمكننا من أننا نحقق أرقام كبيرة وكبيرة جدا، أولا من خلال الإنتاج، ثانيا من خلال التنظيم، ثالثا من خلال التصنيع. السيد وزير الفلاحة كذلك تكلم على لا كونتراكتواليزاسيون يعني التعاقدية مع الفلاحين وكيفاش نقدر نستثمر ونصنع ونحول هذه المادة. لو نخلق سلسلة القيم هنا في الجزائر من إنتاجها إلى جنيها إلى تحويلها إلى تصديرها، ممكن أننا نضاعف بكثير وبكثير يعني هذه النسبة اللي تكلمت عليها 75 مليون دولار ما هي إلا رمز فقط، لكن نقدر أننا نضعفه لأضعاف متعددة. إذن شكرا للفاعلين على هذه المناسبة، شكرا لكل المنظمين، ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كما استمعنا إلى